الهدف الأكبر لروسيا نزع سلاح أوكرانيا، إجبار أوكرانيا على التخلي عن أي طموحات لتصبح جزءا من المعسكر الغربي سواء بالمعنى طيب هو في هذا الإطار، إذا بتسمح لي دكتور، هناك المزيد من التفاصيل حول ما جرى في كييف. إذا شهود عيان يقولوا بأن مقر الاستخبارات الأوكرانية في كييف يتعرض بالفعل لقصف صاروخي، أعمدة الدخان شوهدت وهي ترتفع من هذا المقر.